انت بقدر ده. لا رأيت ولا سمعت مبدأ السمع والطاعة. وأبا خالد رحمه الله كان يريد اتهامي بالباطل واستمع إلى أعدائي. أنت من أخبرهم عن موضوع التماثيل المقلدة وأنني بعت الأصلية للأجانب. لا أحد سواك أنت وأم المنصور يعرف هذا السر وهي ماتت. أنا ما أقول شيء. واعترفت لهم عن الخمر والحشيش. والله العظيم سألني عن التماثيل جاوبته، بس هو جاي يعرف كل شيء. ماذا؟ يعرف كل شيء؟ كيف؟ ربوار، أنت متأكد؟ زين ليش سويت هالشكل؟ دورتوا عليها زين؟ عجيب. أوف. طيب ليش جوانا؟ جوانا ليش سويتي هيك؟ ليش يا بنتي؟ والي جديد. نعم، أبو فهد المسلماني خلفا للوالي أبا خالد رحمه الله. كنت أعتقد أن مولانا الخليفة سوف يختارني باعتباري نائب الوالي. مولانا أمير المؤمنين طلب مني التحري في أمرك. أمري أنا؟ والتأكد من أشياء معينة أنت أدرى بها. وأعتقد أن أبا خالد رحمه الله دفع حياته ثمنا لهذا الأمر. ماذا تلمح؟ لا تقلق ولا تنسى أني أنا من كنت أرسل لك الحشيشة إلى السجن. واطمئن، اطمئن يا أبا عبد الله، سأبقى معك طوال عمري ولن أقف ضدك ما حييت. جرحت قلبي. العين عليك، كن حذرا، ثمة عيون عليك لا أنا ولا أنت نعرفها. وأنت تعلم أن الأجهزة الأمنية متعددة في الدولة الإسلامية. بارك الله فيك أخ عزيز وغالي. عطشانة يا حبيبي، جيب لي ماي. عطشانة يا حامون من العطش. روفان، اسمي أبو الدرداء. اسمك روفان، رح يبقى اسمك روفان. وجودي معك في حجرة واحدة حرام. روفان أترجاك، الذباح يحبك مثل ابنه. احكي وياه، خليه يرجعني ابني. أترجاك ترحمني، طول عمرك خالي علي. انت الاخويا اللي ما جابتك مني، وانت كنت مثل النسمه مع اخوانك. سمعر ونجوان الله يرحمهم، قل لي يرجع لي ابني. اريده اترجاك ترحمني. روان، روان أريد ابني، أريد ابني. يا رب يا رب. لا.
لماذا لا تأكل؟ شهيتي مسدودة. أعرف ما يدور في ذهنك. أنت على صواب وأنا على خطأ. نعم، شربت الخمر مرة، مرتان، دخنت، ولكنني تبت ورجعت ولن أكررها مرة ثانية. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تقبل الله توبتك. أما موضوع التماثيل فهي أمر من أمور التجارة أحلها الله، والمقلدة خسرت لأنها حرام، والأصلية اشتراها أجانب وهم سيحاسبون على ذنبهم.